مرحبا مشاهدينا في كل مكان، مساء سعيد وجديد عليكم. بنبدا معكم مشوار جديد من المشاوير الخفيفه ولطيفه وظريفه، بنتمنى متابعه طيبه للجميع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى مساء مفعم بالحيويه والنشاط. عدد من الفقرات حتكون حاضرة معنا خلال هذه الأمسية، حنمشي ونشوف الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي. السودان بلد بيزخر بموارد طبيعية هائلة جدا، خصوصا الموارد الزراعية. واحدة من فقراتها حتكون عن الثقافة الزراعية. وكمان هواة نادي الفلك السوداني حيكون حضور معنا خلال هذا المساء. في الوقت اللي كل الأنظار متجهة نحو السوشيال ميديا وصناعة المحتوى، برضو اخترنا انه يكون معنا صناعة المحتوى كفقرة حاضرة خلال هذا المساء. أهلا بكم إلى هذا المشوار، متابعة طيبة بنتمناها للجميع. لحن الافتتاح مهدى للجميع.
الصمد العاطف الحروف كانت تنادي العاطف كنت استجد العواطف كنت استجد العواطف زي مشرد حظ عاصف كنت استجد العواطف زي مشرد حظ عاصف في صمت العامر الحروف كانت تنادي تنادي همسة في صمت العامر الحروف كانت تنادي تنادي همسة في صمت كنت استجد العواطف زي مشرد حظ عاصر كنت استجد العواطف زي مشرد حظ عاصر العواطف هي ذكرى مرة وجرح كافر العواطف